هذه اللقطة يوم 10/11/3/22 دور أخوك صغار طبعا كل اللي زلقناهم السنة ماكو شيء مو وياهم شوفوهم حتى الصغار هذول الصغار كاهم ان شاء الله تبارك الرحمن شوفوه اصبحوا ثلاث راحوا اصبحوا اخذت السوايب بس السوايب احسن تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن ساعة والله مصور يمكن 10 تصاوير كل ابوهم صاروا بالبطيء ما قصروا بس هاي صايروا طايحين هو التصوير اللي قبله صعده والله صعده يمكن 7 أو 8 بس رده والله عندهم واحد هاي الحمام هذولهم شوفوهم صغار ما شاء الله تبارك الرحمن هذا ولد الازرق ولد الشذري الازرق اللي مال خضيره من صعد باكر من قمت طبيعي عادي شوفوا فضيحه اللي قاعد طقطق قدام فضيحه فضيحه شوف اللي طقت راسه سوا سبحان الله نسيت ما ظاهر شايفين شيء فاضي شوفوا قام تشعر تعرف كذا اخوه الشذري شوفوا ليش طبت اللي قدام ما شاء الله تبارك الرحمن على قول هالرس ما فيهم تشويحه بس الحمام تعوره وتو الحين اشوف اكو حمام تقول روس حيل اكو حمام يعني عادي يعني عادي حمام عادي هاي ما العنبريه هاي ان شاء الله العنبريه هذه كان بدوس الشام في قطع القص كانت شفتها تبطلت هذه القنزعة الشذرية بنزلها نصفها الحين إذا ما نسيت بنزلها هذه بقضبها هذول هم ما شاء الله تبارك الرحمن حتى الغبروخ الصغار يوم مقنزعت السنبوك شوف الطقروس كاي طبط 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 كاي طبط 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 قام الطقروس تجر هذا تجر يومين شوف وياهم جرى طقت روس الاشنب شوفوهم شوفوهم سوايد الهواء شوي مفتر شوفوهم 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 السوايب لقعوا شلوني واربع خواتها هذا خلف شلوني مسبق الاولي كانت تذكرونه قلنا ان شاء الله تصير مسبقة صار مسبق ضايق خلقي انا ليش صار مسبق هذا وايد وايد الطير زين زايد وياهم شاير تمنيت هم سبقه والله يا شذري يا واحد نفس بعض بس طبوا لاخر الحمام بس الداح دحين مسخه طبوا ذاك وهذا ما يطب شوفوا قدام شوفوا اللوت شوفوا اللوت شلون صاير ما شاء الله تبارك الرحمن بدت تبين الحمام عدل عندك نام شوي استفحلوا كبروا بالعمر شوفوا شوفوا هذا دحدح باشا دحدوح
لا هذا الشذر اللي تحته كام كام ثلاثة شذر دحدح دحديحه يا دحدح يا دحدح ما يطب ما شاء الله متر كلش متر ما يطب بس دحدح بزود زود ما يطب بالكوسة قاعد انقز له كنا غريب الله يطب بس اصلا يزبن مو مال تدم هوا كلش مو مال تدم هوا ساعة والله قاعد يمكن ربع ساعة اساسا بنزل بتغدى